بسم الله الرحمن الرحيم، واهلا بيكم يا شباب. نبتدي مع بعض ان شاء الله بقى اولى فيديوهات الشابتر الاوتاكويد والانتي انفلاماتوري دراجز. عشان بس نفهم كلمه اوتاكويد وانتي انفلاماتوري دراجز اللي هو عنوان الشابتر. كلمه اوتاكويد يعني ايه؟ قالوا لك في الباثولوجي، في الاول خالص، اول ما دخلت في الباثولوجي قالوا لك ان لما بيحصل كلمه انفلاميشن معناها انه بيحصل الاول كابيلاري دايليتيشن، يبتدي السبيسز ما بين اللي هو الانتر سيلولار سبيسز توسع، يبتدي يحصل ليكج للفلويد، الفلويد اللي خارج ده اسمه اكسوديت، يخرج الفلويد من الانترا فاسكولار كومبارتمنت يروح يملا التيشو اللي فيها، اللي هي المكان اللي فيه انفلاميشن يعني او انجري. في الحقيقه الفلويد ده مش ميه لوحدها، ده ايه؟ ميه معاها اميون سيلز. هذه الاميون سيلز بانواعها تخرج يحصل لها كلمه مايجريشن، وبعدين تروح تو سيتل ان ذا سايت اوف انفلاميشن، وتبتدي تطلع مواد كيميائيه انت سميتها كيميكال ميدييتور او انفلاماتوري ميدييتور. الانفلاماتوري ميدييتورز بقى دي عندنا احنا مسمينها اوتاكويدز. يبقى كلمه اوتاكويد معناها اللي هي الكيميكال سبستانسز اللي بتخرج اثناء الانفلاميشن علشان تعمل لوكال افكت، يعني تقدر تعتبرها ميدييتور او تقدر تعتبرها لوكال سبستانسز او لوكال هرمونز على بعضها كده اسمها اوتاكويد. مين هم بقى الاوتاكويدز دي؟ يعني لو انا بقول لك عد لي انواع الاوتاكويدز او الكيميكال ميدييتورز او الانفلاماتوري ميدييتورز اللي بتخرج اثناء الانفلاميشن، انت هتحتار لانك هتلاقي كتير جدا. احنا عندنا حاجات اصلها امينو اسيدز زي الهيستامين مثلا، عندنا حاجه هيستامين وسيروتونين، عندنا حاجه اصلها فاتي اسيد ديريفاتيف جايه من حاجه اسمها اراكيدونيك اسيد زي البروستاجلاندين بانواعها الكتيره خالص، عندنا حاجات اصلها بيبتايد يعني اصلها بروتينات صغيره كده، حاجات يعني 20 30 امينو اسيد زي العيله بتاعه الكاينينز اللي كان من ضمنها الحاجه اللي اسمها برادي كاينين اللي انت عندك فكره عنها من الكارديو. عندنا بقى عيله كمان اسمها عيله السيتوكاينز، وعيله السيتوكاين دي عيله كبيره جدا اللي من ضمنها حاجه اسمها تيومر نيكروزيس فاكتور الفا، وحاجة اسمها ترانسفورمنج جروث فاكتور بيتا، بليتلت اكتيفيتنج فاكتور، حاجات اسمها انتر، عيلة اسمها عيلة الانترلوكن من اول انترلوكن واحد لحد انترلوكن 35. كل اللي على السبورة ده على بعضه كده حاجات ممكن تلاقيها في العيان اللي عنده انفلاميشن. بس هي الفكرة ان بعضهم يبقى مميز جدا اذا كان الانفلاميشن اكيوت انفلاميشن، وبعضهم يبقى كتير جدا ومميز زي عيلة السيتوكاين دي اذا كانت المساله كرونيك انفلاميشن. يعني هم كل اللي على السبوره ده اسمه انفلاماتوري ميدييتور، كلهم بيخرجوا اثناء الانفلاميشن. زي ما قلت لك بعضهم يخرج اكتر في الاكيوت وبعضهم يخرج اكتر في الكرونيك انفلاميشن. مش بس كده، في نوع تاني من الانفلاميشن بقى اسمه اليرجيك انفلاميشن. اليرجيك اللي هو الحساسيه، ده نوع من الانفلاميشن. هتلاقي مثلا اكتر ميدييتور يخرج في الاليرجيك انفلاميشن من دول كلهم هتلاقي مثلا الهيستامين، جايز ما تلاقيش تيومر نيكروزيس فاكتور. طيب بما اننا ناويين في الشابتر ده نكلمك على موضوع الانفلاميشن، يبقى احنا مضطرين نديلك مقدمه عن كل ميدييتور من دول، نديلك مقدمه بسيطه ودوره، هو دوره ايه في الانفلاميشن، والادويه اللي ممكن تعمل له سبريشن. طب الدواء اللي هيعمل سبريشن يبقى هيعمل سبريشن للانفلاميشن، فنسمي الشابتر اوتاكويدز اند انتي انفلاماتوري دراجز، يعني اللي هي الكيميكال ميدييتورز والادويه اللي بتعمل لها سبريشن. الشابتر مقسوم اتنين جزئين، الجزء الاولاني بيكلمك على الميدياتور والادويه المتعلقه بيها زي ما اتفقنا، الجزء الثاني من الشابتر خصصناه للحديث عن امراض بعينها، يعني خليناه ابلايد شويه. بعد ما ادينا لك فكره عن الانفلاميشن والادويه قلنا لا طيب ما احنا نكلم بقى الطالب على الامراض، بعض الامراض اللي فيها انفلاميشن، ونديله بقى يعني ايه فكره عن طرق علاج الامراض دي ايه، بس نراعي ان نحط له ثلاثه ديزيزز ما يكونوش الميكانيزم بتاعهم واحد، يعني يكونوا مختلفين، يكون الانفلاميشن فيهم ده مختلف عن ده مختلف عن ده. فهنكلمك في النص الثاني من الشابتر على مرض اسمه اكيوت روماتيك فيفر، هيبقى الانفلاميشن فيه اوتو اميون ولو ميكانيزم ثاني معين كده وبيجي في الاطفال. وبعدين نكلمك على مرض اسمه روماتويد ارثرايتس، والانفلاميشن بيبقى حاجه ثانيه ميكانيزم ثاني خالص وبيجي في الادلت. ثم في الاخر نكلمك على نوع من الانفلاميشن يبقى يعني تقدر تعتبره كيميكالي انديوست لانه بيحصل نتيجه تراكم اليوريك اسيد، فهنكلمك على علاج المرض اللي اسمه جاوت او النقرس. يبقى هو الشابتر ماشي كده. طيب خلينا ابتدي معاك بقى، احنا اتفقنا ان النص الاولاني من الشابتر هنمسك واحد بواحد من الميدياتورز دي
نقول لك دوره ايه بالظبط، بيعمل ايه في الجسم بالظبط، والادويه اللي ممكن تشتغل عليه واستفيد منها في ايه. هبتدي معاك ان شاء الله دلوقتي بالهستامين، ده اول ميديتور. طيب الهستامين لو عايز تتكلم عنه يعني بالتفصيل كده، فانت هتقول لي والله كميته ايه، هنحط هنا عنوان اهو هستامين. الهستامين كميته ده جاي منين اصله؟ اصله جاي من امينو اسيد اسمه هيستيدين. طب الهيستيدين ده بيحصل له كلمه ديكربوكسيليشن، يعني يتنزع منه مجموعه سي او 2 فيتحول لكلمه هيستامين. هل الكلام ده يهمني انا بتاع فارما؟ لا ما يهمنيش، جايز يهم بتاع البايوكيمستري، انما تبقى عارف يعني السطر ده وخلاص ان الهيستامين اصله هيستيدين. طب لما يتصنع الهيستامين، هل الهيستامين ده له دور مهم في جسم؟ يعني هو له دور طبعا، ما فيش حاجه مش مهمه، هو له دور مهم اثناء الانفلاميشن، انما هو بما انه دوره اثناء الانفلاميشن يبقى في الحالة العادية اللي مفيش فيها انفلاميشن لازم يكون محبوس جوه الام ام. ايه هو الام ام؟ اسمه ماست سيل. احنا عندنا السجن بتاع الهستامين نوعين، نوع اسمه ماست سيل وفي خلية تانية اسمها بيزوفيل. لازم الهستامين يكون مسجون جوه فيزيكل، اما في الماست سيل او البيزوفيل. طيب احنا هنحذف البيزوفيل لان احنا يعني ما يقال عليها هو هنقوله على الماست سيل. هنعتبر ان الماجوريتي اوف هيستامين اللي في جسمك زي العفريت اللي لازم يتحبس جوه الامم جوه الماست سيل. تاني ليه؟ لان هو دوره الاساسي اثناء الانفلاميشن، انما في الحاله العاديه هو ملوش دور واضح قوي فيبقى محبوس بالشكل ده. طيب هل كل الهيستامين اللي في جسمي محبوس بالشكل ده جوه الماست سيل وممنوع من الكلام؟ الاجابه لا. عندك نسبه من الهيستامين وان كانت صغيره مش كبيره موجوده في السي ان اس. الهيستامين موجود في البرين عندك، شغلته بيشتغل زيه زي الادرينالين والاسيتيلكولين، تقدر تعتبره نيورو ترانسميتر ومسؤول عن احداث مهمه جدا جوه السي ان اس، بس دي ماينوريتي من الهيستامين يعني فراكشن بسيطه جدا. الماجوريتي اوف هيستامين محبوس زي ما قلت لك جوه الماست سيل. طيب السؤال اللي بعد كده، هل الهيستامين ده ينفع يبقى دواء؟ يعني هل احنا بندرس لك هيستامين لان انا عندي حقن في الاجزخانه اسمها هيستامين؟ الاجابه لا. ده هو كيميكال ميدييتور، ده هو انفلاماتوري ميدييتور، ده بالعكس بقى، ده انا مش عايز اسمع سيرته. ده اذا في دواء عندي له علاقه بالهيستامين يبقى هذا الدواء حاجه من الاثنين، اما دواء بيخرج الهيستامين من الماست سيل بطريقه ما كناش قصدينها يعني سايد افكت، يعني خطا حصل ادينا دواء فعمل ريليز للهيستامين وعمل لي مشكله، زي ما البنسلين مثلا عند الناس اللي عندهم حساسيه بيخرج الهيستامين من الماست سيل ويعمل حاجه اسمها انافلكتيك شوك، يبقى دي احد الطرق. او يكون الدواء بقى بيقفل الهيستامين ريسبتور، يعني انت لو سمعت كلمه هيستامين من هنا لاخر العمر وبتسمع علاقه الدواء بالهيستامين يبقى لن يخرج عن حاجتين، اما الدواء بيخرج الهيستامين من الماست سيل از اسايد افكت، واما ان الدواء بيروح يقفل الهيستامين ريسبتور وبيعالج مرض معين. انما انا ما عنديش هيستامين بستخدمه. ممكن ممتحن مثلا يرجع بيك شويه يعني جايز يكون بيختبر انك قاري شويه في الهيستوري يعني، فيقول لك بس زمان كانوا بيستخدموا الهيستامين في بعض تشخيص الامراض، تقول له اه زمان مش دلوقتي، ما قلناش دلوقتي خلاص بنستخدم هيستامين، كان زمان ممكن الهيستامين نفسه يستخدم في تشخيص بعض امراض المعده، الناس اللي عندهم هايبر اسيديتي وعندهم مشاكل في المعده وعندهم بيبتيك ألسر كانوا بيعملوا لهم حاجه اسمها هيستامين تشالنج تيست، يدي هيستامين سبكوتينيوس ويختبر حاجات معينه كده. هذا الكلام ما عادش موجود دلوقتي، يعني انت بتجاوبه على سبيل الهيستوري انما هو مش موجود دلوقتي. طيب يا بطل، دلوقتي الهيستامين قلت لك ان احنا مش عايزين نسمع سيرته، يعني ده ميدييتور مش عايزين نسمع سيرته. ايه اللي ممكن يخرج العفريت ده من الامم بتاعه؟ ايه اولا الامم بتاعه اللي هو مين؟ اللي هو الماست سيل. الهيستامين ده ممكن يخرج من الماست سيل ويعمل لي مشكله بكام طريقه؟ بطريقتين. الطريقه الاولانيه انه قلت لك مره حكيت لك وانا بشرح لك حاجه اسمها انافيلكتيك شوك، قلت لك ان بعض الناس عندهم حساسيه لاكل معين او حساسيه لدواء معين، لو خد الاكل ده او خد الدواء ده يقوم الدواء يشتغل عنده في حاجه كانه انتيجين، يروح الانتيجين يتحد مع انتي بودي اسمه اي جي اي ويعمل حاجه بيسموها انتيجين انتي بودي رياكشن، يروحوا يشبكوا في الماست سيل ويفرقعوا الفيزيكال اللي فيها هيستامين فالهيستامين يخرج. والحركه دي حصلت انا حكيتها لك لما كنا بنحكي عن حاجه اسمها انافيلكتيك شوك اللي كان علاجها ادرينالين. بس الاميون كومبلكس اللي انت شايفه ده اللي هو الانتيجين انتي بودي رياكشن عشان يفرقع الماست سيل لازم يفرقعها عن طريق ايون كالسيوم. الكالسيوم ايون هو اللي بيدخل في الحقيقه يعمل دي جرانيوليشن للهيستامين فيزيكال،
بدون الكالسيوم المص سلمك فرقعش. يبقى هذا الميكانيزم اللي انا قلته لك اللي هو ده، على فكره الميكانيزم ده احيانا يوصف انه ايميونولوجيكال، وبعض الكتب توصفه انه كالسيوم ديبندنت ميكانيزم، لان زي ما قلت لك محتاجين كالسيوم عشان هو اللي ايه يكمل القصه. ليه بنحكي لك الموضوع ده؟ لاني بعد شويه هقول لك ان انا لو عايز امنع الاميون رياكشن، حتى لو ان في انسان كل حاجه معينه او عنده انتيجين وانتي بودي كومبلكس وانا خايف على المص سله تفرقع وتطلع هستامين، انا عندي حل كده محدش واخد باله منه، ان انا اديلك دواء يمنع دخول الكالسيوم جوه المست سيل، يقوم حتى لو هذا الاميون كومبلكس راح على السيل ممبرين ما يعرفش يفرقع المست سيل، وبالتالي الهستامين ما يخرجش. خلي لي دي في جيبك كده على جنب لان هحتاجها بعد شويه المعلومه دي. الطريقه الثانيه لخروج الهستامين او العفريت من الام انه ممكن المست سيل تفرقع بطريقه ثانيه ما هياش اميونولوجيكال. ممكن المست سيل تفرقع نتيجه تروما، ممكن تفرقع نتيجة فينم، فينم يعني مثلا انسكت فينم ولا سنيك فينم ولا واتيفر، ممكن الحاجات دي تروح دايركت تعمل دي جرانيوليشن للمست سيل بطريقة ما هيش معتمدة على الكالسيوم، فيسموها نون اميونولوجيكال ريليز، وبعض الكتب تقول كالسيوم اندبندنت ميكانيزم. ليه بنحكي لك القصة دي؟ قلت لك عشان هي المعلومة الصغيرة بس بتاعت الكالسيوم دي، ان انا اقدر امنع الهستامين ريليز من المست سيل بالطريقة اللي قلت لك عليها دي، لان انا امنع الكالسيوم انفلاكس لو ايه لو كانت هي كالسيوم ديبندنت ميكانيزم. طيب بعد بقى ما قلنا لك المعلومه دي، طب لو الهستامين خرج من المست سيل لاي طريقه سواء كان بكالسيوم ديبندنت او نون كالسيوم ديبندنت هيعمل لنا ايه في جسمنا؟ يعني والله العفريت اللي اسمه هستامين ده في جسمك له اربع انواع من الريسبتورز. النوع الاولاني اسمه اتش 1 ريسبتور، واكتب عليه مهم ومش عايزك تنساه ابدا ولا تنسى الاماكن بتاعته ولا اللي هيعمله فيك. هنكتب هنا كلمة sites وكلمة effects. اولا انا مش مهتم جدا بالسكند ميسنجر، يعني مش مهتم قوي بان الـ H1 receptor هو GQ receptor ولا مش GQ، يعني ايه اللي عايز يعرف المعلومة دي يعرفها لنفسه، انما احنا يهمنا جدا تعرف H1 receptor بيعمل ايه فيك بالظبط. نمرة واحد، اولا هو موجود في الـ CNS، هذا الـ H1 وموجود في الـ CNS وظيفته حاجة مهمة جدا، وظيفته يزود في المخ عندك الاسيتايل كولين، وظيفته كمان يزود حاجة اسمها جلوتاميت. ولما تسمع الاتنين دول تعرف انهم the main excitatory transmitter في البرين عندك. الاسيتايل كولين اللي بيخليك ذاكرتك حاضرة دايما ويخليك تذاكر وما تنساش، الاسيتايل كولين. الجلوتاميت هو اللي بيخليك فايق طول النهار ومش عايز تنام، يبقى دول بيسموهم excitatory transmitter. بنقول لك ليه المعلومه دي بقى؟ لان بعد شويه هقول لك ان انا عندي ادويه بتقفل الاتش 1 ريسبتور، وبما انها بتقفل الاتش 1 ريسبتور اتوقع انها تقفل الريليز اوف اسيتايل كولين والجلوتاميت. الله، طب دول اللي كانوا بيخلوني فايق طول النهار وذاكرتي حاضره، يبقى اذا الادويه اللي اسمها اتش 1 بلوكرز دي مؤكد هتعمل لي كلمه سيديشن. سيديشن يعني تخليني طول النهار عايز انام ومانيش فاكر اي حاجه. طيب تاني مكان الـ H1 receptor موجودة في أي سموث مصل في جسمك. أي سموث مصل يعني مثلا في الـ GIT موجودة، موجودة كمان في البرونكاي برونكال سموث مصل، موجودة في اليوترس، موجودة أي سموث مصل. خلونا نتفق على أن كل الكيميكال ميدياتورز اللي هكلمك عنها في الشابتر ده، وبقول كلهم عشان يعني تريح نفسك، كلهم بيروحوا يعملوا سموث مصل كونتراكشن. مفيش ولا ميدياتور عندي بيعمل ريلاكسيشن للسموث مصل اللي انا يعني اللي موجودين عندنا في الكتاب، كلهم لو لطشوا اي سموث مصل يعملوا لها كونتراكشن. هتقول لي باماره ايه؟ هقول لك باماره لما الهستامين مره خرج في جسمك نتيجه حساسيه ولا انافلكتيك شوك. فاكر لما قلت لك الهستامين بيعمل كلمه برونكو كونستريكشن، وفاكر لما قلت لك ان من ضمن مزال ادرينالين انه بيروح يفك هذا الكونستريكشن ويعمل ذا اوبوزيت، يعمل لنا برونكو دايليتيشن. اهي كلمه كونستريكشن دي جات لانه بيعمل كونتراكشن للاول، اهو شوف اول سموث مصل. بس بص بقى عشان تكمل كلامك ويبقى كلامك يعني علمي صح، تقول اكسبت حاجه واحده بس، يعني في نوع واحد من السموث مصل مش هيحصل له كونستريكشن، بالعكس هيحصل له دايليتيشن او ريلاكسيشن. عارف مين؟ السموث مصل اللي موجوده في البلاد فيزل. ما هي البلاد فيزل يا بطل، ما هي جواها سموث مصل. اهي الهستامين بقى واشباهه من الميدياتور في حين انها بتعمل فازو كونستر او بتعمل كونتراكشن لكل السموث مصل اللي في جسمك، الا انها بتعمل ريلاكسيشن للسموث مصل بتاع البلاد فيزل، وبالتالي تعمل لك فازو ايه؟ ها دايليتيشن.
عايزين نفسر دي بس شويه كده على جنب كده، ايه ندخل في التفاصيل بتاعتها. حضرتك ده الارتري وده الفين، نرسمه بالاسود كده. وانت عارف ان في حاجه بيسموها مايكرو سيركيوليشن. ايه بقى المايكرو سيركيوليشن؟ قالوا ان في بلاد فيزل رفيعه جدا اللي انت عارفها اللي اسمها الكابيلاريز اللي بتوصل ما بين الارتري للفين. طيب وقالوا لك ان الكابيلاري دي ساعات حتى يسموها ميت ارتريول، مش مهم الاسم ده، مش قضيه يعني. وقالوا لك زمان ان في حاجه بقى بيسموها مايكرو سيركيوليشن، حاجات رفيعه كده كابيلاريز رفيعه متفرعه من الميت ارتريول وبتاخد البلاد من الارتريال سايد تروح توديه على الفينا سايد وقاعده تشوف في النص اهم. طيب قالوا لك ده برده زمان في الفسيولوجي انه هذه الكابيلاريز الرفيعه او المايكرو سيركيوليشن في هنا سفينكتر صغير قوي كده حابس او يعني نورمالي قافل الدم انه ما يتنقلش من الارتريال سايد على الفينا سايد. هذا السفينكتر الصغير جدا بيسموه بري كابيلاري سفينكتر. قالوا لك في الفسيولوجي ان 90% من البري كابيلاري سفينكترز اول اوفر يور بودي نورمالي كلوزد، مقفولين. طب ليه مقفولين؟ قالوا ما هم لو اتفتحوا البلاط كله هيجي من الارتيريال سايد يدخل على الفينس سايد. ده كان الفينس سايد ده بلاعه، ده احنا كنا بنسميها كاباسيتانس فيزل. ده لو السفنكتر ده مفتوح كل البلاط يجي مره واحده يحصل حاجه اسمها بولينج اوف بلاط. بولينج يعني كانك جبت البلاط دلقته على الفينس سايد، فالعين يحصل له سينكوب او شخص يحصل له سينكوب. علشان كده ربنا عامل ان 90% من الكابيلاريز دي او السفنكتر ده السفنكترات دي مقفوله عشان ما يحصلش البولينج ده. يجي بقى الهيستامين لو خرج من الماست سيل عندك نتيجة أي خطأ، يقوم هذا الهيستامين رايح فاتح أو عامل ريلاكسيشن للبري كابيلاري سفينكتر، يقوم كل البلاط جاي من الأرتيريال سايد عندك داخل على الفينس سايد. إيه النتيجة؟ إيميديتلي العيان ده اللي بيحصل له صادن أو ماسيف هيستامين ريليز، ضغطه بوطى فجأة نتيجة الحركة اللي حصلت دي. وده تقريبا هو اللي حصل للمريض اللي عنده أنافلاكتيك شوك لو أنت فاكر، وهو ده برضو من ضمن الاسباب اللي خلتني اديله ادرينالين لو انت فاكر برضو، عشان يعمل له فازو كونستريكشن ويمنع هذا البلاد بولينج اللي انا شرحته لك ده. يبقى عشان نلخص، الهيستامين بيعمل كونتراكشن لكل السموث ماسل اللي في جسمك اكسبت السموث ماسل اللي في البلاد فيزل. طيب ثالث مكان او رابع، اذا اعتبرت ان دول حاجه واحده يعني، ثالث او رابع مكان للهيستامين اتش 1 ريسبتور موجود في اي اكسوكراين جلاند في جسمك. اكسوكراين جلاند يعني حاجه بتطلع جلاند بتطلع ايكوس ميديوم، حاجه مائيه يعني، يعني لاكريمال جلاند، نيزل، جاستريك، برونكيال، اي جلاند يبقى فيها اتش 1 ريسبتور لو الهيستامين لطش اتش 1 ريسبتور يقوم يزود السكريشن. فتلاقي العيان اللي عنده هيستامين كتير دايما بيشتكي من ان عنده لاكريميشن، ودايما يشتكي من ان عنده نيزل ديستشارج، يقول لك انا اصلا عندي حساسيه والله ومضايقاني، ودايما عنده البرونكيال سيكريشن زياده والجاستريك سيكريشن زياده وهكذا. خامس مكان او يعني كده للهيستامين ريسبتور اتش 1 موجود في النيرف اندنج. النيرف اندنج او السبكوتينيوس تيشو، واذا الهيستامين لطش الاتش 1 ريسبتور في النيرف اندنج عندك في تحت الجلد يعني يعمل لك سيفير اتشنج. بص بقى يا بطل، تعالى كده نرجع بالصوره الاكلينيكيه للمريض اللي عنده كلمه حساسيه. حساسية عندنا اسمها اليرجي، ولو انت عايز تتكلم باثولوجي يبقى الحساسية اسمها اليرجيك انفلاميشن. ده نوع من الانفلاميشن، الحساسية دي اسمه اليرجيك. مين هو المريض اللي عنده حساسية؟ بص لأي واحد عنده حساسية يقول لك هتلاقي عنده دايما بقع حمراء في جلده كده. طب البقع الحمراء دي ليه؟ لانه الهيستامين عنده عامل له فازو دايليتيشن زي ما اتفقنا. طيب ودايما يهرش فيها، بيهرش فيها ليه؟ عشان الهيستامين عامل له اتشنج، منبه السنسوري نيرف اندنج عنده. طيب ودايما العيانين دول بتلاقي دايما عنده عينه لونها احمر من الفازو دايليتيشن وعنده لاكريميشن وعنده نيزل ديستشارج. ولو هو بقى مريض برونكيال ازمه، ما هي الازمه دي اللي هي احنا بنسميها حساسيه الصدر، ما هي برضو نوع من الالرجي. هتلاقي دايما مريض البرونكيال ازمه عنده ايه؟ عنده برونكو كونستريكشن عشان الهيستامين عامل له ايه؟ سموث ماسل كونتراكشن، وعنده البرونكيال سيكريشن زياده. الله، يبقى الهيستامين كده قدامي انا هو المتهم الرئيسي باحداث نوع معين من الانفلاميشن اسمه اليرجيك انفلاميشن او الحساسيه. يبقى انا دلوقتي ممكن اصمم ادويه لعلاج الناس اللي عندهم اي نوع من الحساسيه بكلمه واحده، ان انا اقفل اتش 1 ريسبتور. لسه حتى انا ما كلمتكش على الباقي. لو قفلت اتش 1 ريسبتور يا بطل،
انت كده هتمنع الاعراض بتاعت الحساسيه كلها، اللي هي الفازو دايليتيشن والبرونكو كونستريكشن والسكريشن اللي بتطلع من الجلاند دي والاتشنج والفازو دايليتيشن. انما هتدفع الضريبه كلمه واحده صغيره، كلمه سيديشن. سيديشن ليه؟ لانك هتقفل ايه؟ الاتش 1 ريسبتور اللي في السي ان اس اللي كانت وظيفتها تفوقك، دي ما كانش لها دور بموضوع الحساسيه. طيب ندخل على تاني نوع من الريسبتور. انا كلمتك على اتش 1، ادخل على اتش 2 ريسبتور. اتش 2 ريسبتور لها ثلاث اماكن مهمين، انا هسالك بس انك تعرف مكان واحد هو يعني اللي يهمني، الاستومك. اتش 1 ريسبتور موجوده في حاجه اسمها جاستريك بارايتال سيلز، واذا الهستامين طالها واشتغل عليها يقوم يزود الايه؟ الاتش سي ال سيكريشن. فتلاقي المرضى اللي عندهم بيبتك ألسر وعندهم قرحة معدة دايما الهستامين عامل لهم مشكلة على الايه؟ على الخلايا اللي اسمها البرايتال سيلز دي. من الأماكن التانية اللي الهستامين الـ H2 ريسبتور موجودة فيها الهارت. H2 ريسبتور موجودة في الهارت وإذا اشتغلت بتزود الكونتراكتيليتي. إنما المعلومة دي معلومة على الورق، يعني معلومة نسميها ثيوريتيكال، معلومة نظرية، لأن أنا لن أستخدمها في الطب. يعني أنا ما عنديش دواء اقدر اوجهه تجاه اتش 2 ريسبتور اللي في الهارت. يعني انا عندي ادويه اقدر اوجهها ناحيه اتش 2 ريسبتور اللي في الاستومك عشان اقلل اتش سي ال، انما موضوع الهارت ده ما عندناش. زيها في الماست سيل. الماست سيل اللي بتطلع هيستامين موجود هنا هيستامين ريسبتور عشان يعمل حاجه بيسموها فيدباك. انت عارف ان اي ترانسميتر بيخرج من اي مكان لازم يرجع يعمل حاجه بيسموها اوتو فيدباك. فالهستامين لما بخرج من الماست سيل بيرجع يشتغل على اتش 2 ريسبتور في الماست سيل عشان يعمل حاجه اسمها نيجاتيف فيدباك. برضو هرجع اقول لك هل المعلومه دي تهمني قوي؟ الاجابه لا، لان انا برضو ما عنديش استغلال اكلينيكي للموضوع ده، لا موضوع الهارت ولا موضوع الماست سيل. يبقى كل اللي انا عايزك تعرفه عن اتش 2 ريسبتور انها موجوده في الاستومك، وطالما موجوده في الاستومك وطالما لها علاقه بالاتش سي ال يبقى احنا مش هنتكلم عليها في الشابتر ده. طيب النوع الثالث والرابع من الريسبتور حاجه اسمها اتش 3 وحاجه اسمها اتش 4 ريسبتور. يعني اتكلمنا على اتنين اهم، اتش 3 واتش 4 دول الحقيقه لسه ريسبتور مكتشف حديثا. وطالما ريسبتور مكتشف جديد يبقى احنا المعلومات اللي عندنا لسه قليله قوي، وبالتالي ما عندناش ادويه بتشتغل عليها، انت ممكن تنساهم خالص. هقول لك بس كلمة واحدة صغيرة عن اتش 3 اللي احنا نعرفها. يعني اتش 3 ريسبتور ده اشهر مكان له السي ان اس، من الاماكن المهمة اللي احنا اكتشفنا فيها، واكتشفنا ان وظيفته عكس اتش 1. الله، اتش 1 كان بيعمل ايه في السي ان اس؟ اتش 1 في السي ان اس كان بيزود الاكسيتاتور ترانسميتر وكان بيخليك تفوق طول النهار، صح؟ اهو اتش 3 بقى يا بطل بيخليك تنام، بيعمل عكس الكلام ده بالظبط. يعني اذا كان اتش 1 بيزود اسيتايل كولين وجلوتاميت، فاتش 3 بيقلل الاسيتايل كولين وبيقلل الجلوتاميت. ده كل اللي نعرفه عن اتش 3. الله، وبالتالي بقى يبقى حكايه نومك وصحيانك دي مسؤول عنها جزئيا الهستامين مع حاجات تانية. يعني بما ان الهستامين بيشتغل احيانا ويفوقك على اتش 1 واحيانا يشتغل على اتش 3 ويخليك تنام، اذا الاوركستريشن او الانتجريشن ما بين اتش 1 واتش 3 مسؤولين بشكل او باخر عن ما يطلق عليه كلمه ايه؟ سليب اويكفولنس سايكل، او اللي هو الدوره بتاعه النوم والصحيان. ده اللي نعرفه عن اتش 3. اتش 4 موجود، اللي نعرفه عنه انه موجود في الاميون سيلز اللي هي خلايا المناعه عندك، التي ليمفوسايت والبي ليمفوسايت والنيوتروفيل والحاجات دي. ووظيفه اتش 4 مش واضحه قوي، هو بيقول انه بيعمل موديوليشن للاميون رياكشن، يعني بيعمل تنظيم لموضوع الاميون رياكشن. اتش 4 ده يعني بيقول للخليه دي امتى تشتغل ودي امتى تطلع ميديتور، انما الاكزاكت رول بتاع اتش 4 في الاميون سيلز احنا ما نعرفوش، وبالتالي احنا هنعفيك من الكلام عن النوعين دول من الريسبتور، وبالتالي برضو هنعفيك من الايه؟ من الادويه، حتى لو لها ادويه يعني فتبقى احنا مش هنتكلم عنها. خلونا بس نتكلم في الشابتر ده عن الادويه اللي بتقفل او اللي تتعلق باتش 1 ريسبتور. طيب بعد ما استعرضت معاك انا الريسبتور بتاعت الهستامين ودورها، هنسالك السؤال بقى المنطقي جدا، كم طريقه عندك تقدر، اولا قبل ما اقول لك كم طريقه اسالك سؤال تاني قبل ده، يعني سؤال بديهي، هل انت كده شايف ان الهستامين يعني حاجه يعني اقدر استخدمه يعني في 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 الفارماكولوجي؟ هل انت شايف انه عمل حاجه حلوه يعني على الصبوره؟ ده راح عمل لنا اعراض الحساسيه كلها، وعمل فازو دايليتيشن ووطى ضغطي وزود لي السكريشن وراح للمعده زود الاتش سي ال وراح ما اعرفش عمل ايه. يعني كل الحاجات اللي على الصبوره اللي انا شرحتها لك تقدر بينك وبين نفسك تعتبرها سايد افكت، حاجات غير مرغوبه ومش عايز اسمع سيرته.
السؤال بقى التاني اللي كنت هسأله لك، هيسألك الممتحن يقول لك كم طريقة عندك تقدر تحارب بها الهستامين وما يعمل لناش المشاكل دي؟ أقول له يا فندم أنا عندي أربع طرق يسموهم هستامين أنتاجونيستس. إيه هي الهستامين أنتاجونيست اللي عندنا؟ أول حاجة، أنت زمان اديت أدرينالين للناس اللي عندهم كلمة أنافيلاكتيك شوك، ويومها أنا لما سألتك بتدي أدرينالين ليه؟ قلت لي أصل الأدرينالين اسمه فيسيولوجيكال أنتاجونيست. الله، يعني أول طريقة اسمها فيسيولوجيكال أنتاجونيزم، إنك تدي أدرينالين للمريض اللي عنده هستامين كتير، يقوم الأدرينالين يروح يعمل حاجتين عكس الهستامين. إذا كان الهستامين بيعمل برونكو كونستريكشن، فالأدرينالين يروح يعمل برونكو دايليتيشن. إذا كان الهستامين بيعمل فازو دايليتيشن ويوطي ضغطي، فالأدرينالين يعمل فازو كونستريكشن ويصلح. وبناء عليه كل المرضى اللي جالهم حساسية شديدة وانت خايف عليهم كنت بتدي لهم أدرينالين بسرعة، وقلت لك أنا يومها أنه اللايف سيفينج. هذا أول طريقة. الطريقة الثانية لحرب الهستامين انك تروح للريسبتور تقفلها. فعندنا فصيلة من الادوية اسمها H1 بلوكر هكلمك عنها، وعندنا فصيلة اسمها H2 بلوكر هنستخدمها لعلاج البيبتيك ألسر في الجي اي تي ان شاء الله. وعندي بقى H3 و H4 بلوكر موجودين بس ستيل اندر انفستيجيشن، يعني ما لهمش ابلكيشن واسع قوي، فممكن تنساهم خالص، تعتبرهم مش موجودين. نمرة 3، المعلومة اللي انا لسه قايلها لك في المقدمة، مش قلت لك ان انا ممكن امنع ان الهستامين يخرج من الماست سيل بان انا امنع ان الكالسيوم يدخل جوه الماست سيل؟ مش انا لسه قايل لك من شويه ان لما بيحصل اميون رياكشن بيجي الاي جي اي يشبك على الماست سيل ويفرقع الجرانيول اللي فيها هستامين ويخرج هستامين بمساعده مين؟ بمساعده اس البلاوي اللي اسمه الكالسيوم. طب ما انا لو قدرت ان انا امنع ان دخول الكالسيوم جوه الماست سيل، يبقى الاي جي اي هيجي يشبك في الماست سيل لكن مفيش كالسيوم يفرقع يعمل دي جرانيوليشن، يبقى الهستامين ما يخرجش. يبقى الفصيله من الادويه اللي هتعمل الميكانيزم ده هنسميها ماست سيل استابلايزرز. كلمه استابلايزر يعني يخلي الماست سيل كان نوت دي جرانيوليت، ما تفرقعش. طيب بناء على كده بقى هتقع في ايد ممتحن ممكن ايه يبيع ويشتري فيك. يقول لك طيب الادويه دي الاول ماست سيل ستابلايزر دول كام دواء عندنا؟ قول له حضرتك هم ثلاثه اللي في الدنيا كلها، واحد اسمه كيتو تايفن، الثاني اسمه كرومو جلايكيت، الثالث حاجه كده اسمها اوماليزوماب، نبقى نكلمك عنها ان شاء الله في شابتر ريسبيراتوري. تنساها دلوقتي، يعني ممكن تخليني بس في الاثنين دول، كيتو تايفن وكرومو جلايكيت. احنا عرفناهم دورهم ايه؟ دورهم بيمنعوا دخول الكالسيوم جوه الماست سيل، تقوم الماست سيل ما تفرقعش، فتسموا ماست سيل ستابلايزر. عشان كده الممتحن يقول لك على كده بقى اقدر اصنف الادويه دي تحت العنوان اللي اسمه كالسيوم تشانل بلوكرز؟ قول له لا. هيقول لك ليه؟ ما هم منعوا دخول الكالسيوم هم جوه الماست سيل، فيتصنفوا بقى كالسيوم تشانل بلوكر. هو كده بيضحك، هو كده لئيم وبيضحك عليك. قول له يا فندم اللي يتصنف كالسيوم تشانل بلوكر دي كانت العيله اللي موجوده في الكارديو، اللي كان عيله النيفيدبين والفيرابميل اللي كانوا بيقفلوا حاجه بيسموها فولتج جيتد كالسيوم تشانل. انما دلوقتي انا ما بقفلش فولتج جيتد كالسيوم تشانل، ده انا بقفل انواع اخرى من الكالسيوم تشانل. يبقى الفصيله دي من الادويه لا تندرج تحت العيله اللي اسمها كالسيوم تشانل بلوكر. ادي اول اجابه، الاجابه على السؤال الاولاني. السؤال الثاني بقى هيقول لك طيب انا عندي ادويه كتير في الاوتونوميك، كانت بعض الكتب كده او بعض الناس خطا يقولوا ان الادويه دي مثلا ممكن تبقى ايه توصف انها ماست سيل ستابلايزر زي الادرينالين مثلا وزي البيتا 2 اجونست. كانوا بيقولوا لنا ان الادرينالين والبيتا 2 اجونست والادويه الشبيهه بتقلل هيستامين ريليز من الماست سيل، على كده اقدر اعتبرهم تحت العنوان اللي اسمه ماست سيل ستابلايزر؟ الاجابه الثانيه لا برضو. يعني ليه بقى؟ هقول له لانه لو في دواء زي الادرينالين او البيتا 2 اجونست راحوا اشتغلوا على الماست سيل بفرض يعني ومنعوا الريليز اوف هيستامين، ويتش از ترو وده صحيح فعلا، بس هم بيمنعوا الريليز اوف هيستامين عن طريق السايكليك اي ام بي وليس عن طريق موضوع الكالسيوم، يبقى ما يتصنفوش تحت العيله اللي اسمها ماست سيل ستابلايزر. نهايته عايز اقول لك ان كلمه ماست سيل ستابلايزر انت تعني ميكانيزم محدد جدا. ايه هو الميكانيزم؟ أدوية بتمنع الكالسيوم انفلكس انسايد ذا ماست سيل ديورنج اميون رياكشن. مين اللي يقدر يعمل دول؟ هم ثلاث أدوية من ضمنهم اثنين عندك في الكتاب اهم، كيتو تايفن وكرومو جلايكيت. خلاص؟ الحاجة الرابعة بقى، رابع طريقة تقدر تحارب بيها الهستامين وتخليه ما يعني ما يأذكش، اللي هي الطريقة الرابعة اللي بيسموها اميونو ثيرابي.
وساعات يسموها ديسنسيتايزيشن. ايه بقى كلمه ديسنسيتايزيشن دي او اميونوثيرابي؟ بيسموها بالعربي العلاج المناعي. ايه بقى العلاج المناعي دي؟ ممكن تبقى انت عندك حساسيه من انك بتاكل اكل معين، كل ما بتاكل مثلا فراوله بيحصل لك احمرار في الجلد اللي هو ريدنس وارتكاريا وهيستامين ريليز، فتروح لدكتور حساسيه فيقول لك انا هعمل لك حاجه اسمها العلاج المناعي. ايه بقى العلاج المناعي؟ هجيب الانتيجين اللي جسمك حساس له ونبتدي ندهولك بجرعات صغيره جدا سبكوتينيوس، كل اسبوع مثلا نديلك حاجه كده فيري سمول دوز سبكوتينيوس لحد ما جسمك يعمل حاجه شبيهه بكلمه توليرانس. توليرانس يعني يبتدي يتعود على الانتيجين. مش هو الانتيجين ده كان بيروح يعمل لك ريليز للهيستامين؟ طب انا لما اديك الانتيجين بقى يوم ورا الثاني ورا الثالث وكل شويه ازود سنه، كل ما الاقي جسمك بدا يستحمل ازود سنه لحد ما هيجي في يوم من الايام ادي لك الانتيجين يقوم ما يحصلكش اميون رياكشن والهيستامين ما يخرجش في جسمك، يبقى انا كده عملت لك ما يطلق عليه ديسنسيتايزيشن، يعني خليت جسمك ما عادش حساس للهيستامين او تاكل الاكل ده وما يحصلكش حساسيه. طيب افرض ان انت قلت له انا عندي حساسيه وما نش عارف الانتيجين، انا عندي حساسيه ما اعرفش من اكل ايه، انا ساعات بيجي جسمي بيحمر واقعد اهرش كده ما اعرفش واقعد اكح ومش عارف ايه وحاجات زي برونكو كونستريكشن، جايز تقول له كده؟ في الحاله دي يقول لك مفيش مشكله، برده هنعمل لك اختبار اسمه اختبار حساسيه. ايه بقى اختبار حساسيه ده؟ هنجيب انتيجينز كتيره جدا من الحاجات الفيري كومون اللي احنا عارفينها انها موجوده حواليك طول النهار. يعني ايه؟ نجيب مثلا انتيجين من الفراوله، ونجيب انتيجين من الايه، من الفواكه زي الموز، ونجيب انتيجين من قشر السمك. طبعا مش احنا اللي بنجيب الانتيجين ده، شركات الادويه اللي بتحضره في بيور فورم. ونجيب انتيجين كمان من حاجه مهمه جدا جايز ما سمعتش عنها، اسمها هوم داست مايت. ايه هوم داست مايت ده يا بطل؟ مايت ده انواع من العناكب الصغيره، حاجات من الفصيله بتاعت العناكب ما بتبانش غير بالميكروسكوب، حاجات فيري ماينيوت. هذه الكائنات الصغيره بتعيش على الهوم داست، على التراب اللي في البيت عندنا. البيوت عندنا والسجاجيد مليانه تراب ومليانه حاجات متخزنه، فيعيش عليها الكائنات اللي اسمها المايتس دي. المايتس دي بتطلع برودكتس كتيره، البرودكتس دي معروف انها بتروح تعمل ريليز للهيستامين في جسمك، وهي اللي بتخليك عندك حساسيه في كتير جدا من الاحوال. يعني ناس كتير جدا بيشتكوا من حساسيه نتيجه ان عندهم سجاجيد في بيتهم كتير، والسجاجيد دايما ما بتتنضفش كويس، فدايما يعيش فيها الكائن اللي اسمه المايتس دي، وتبتدي تطلع السكريشنز بتاعتها اللي انت مع الوقت بتاخدها غصب عنك بالانهيليشن، وتبتدي تعمل لك هيستامين ريليز. قد يكون المسؤول عن الحساسيه اللي عندك في كتير من الاحوال والكحه اللي ملهاش اي سبب، قد يكون المسؤول عنها كلمه الايه، الهوم داست مايت دي. يوم احد الاختبارات شركه عامله لنا الهوم داست مايت دي، عامله منها بيوريفيكيشنز، عامله منها اكستراكت في امبولات كده، نقوم نديها لك برده تحت الجلد ونشوف ما اذا كنت الحساسيه اللي عندك دي نتيجه الهوم داست مايت ولا لا. المهم في الاخر عايز اقول لك انه دكتور الحساسيه، سواء ان انت قلت له انا اي هاف هايبر سنسيتيفيتي او اليرجي فروم سمثينج انت محدده، او انك مش قادر تحدد وقلت له انا عندي حساسيه وما اعرفش سببها ايه، هو في الاخر هيقدر يعرف يعمل لك تيست ويقدر يعرف انت حساس من ايه. يبتدي يجيب الانتيجين زي ما قلت لك، مع الوقت بقى يديهولك سبكوتينيوس مع كل يوم او كل اسبوع جراديوال انكريزنج دوزز لحد ما يتكون في جسمك بلوكينج انتي بوديز، يوم ما يحصلكش اميون رياكشن، او تقدر تختصرها بكلمه توليرانس، كان انا بعود جسمك على الانتيجين، يوم بعد كده لو تعرضت لهذا الانتيجين ما عادش يحصل لك ايه، ما عادش يحصل لك مشاكل. تعالى بقى يا بطل من كل اللي احنا قلناه ده اكلمك على العيله اللي اسمها اتش 1 بلوكر، اللي احنا احيانا نسميها كومونلي كلمه انتي هيستامينز، رغم ان كلمه انتي هيستامينز المفروض انها علميا تشمل جميع اللي انا قلته، انما جرى العرف على انك لما بتقول انتي هيستامين انت تعني الفصيله من الادويه اللي بتقفل اتش 1 ريسبتور. الادويه اللي بتقفل اتش 1 ريسبتور بيقسموها يا بطل زي ما انت شايف كده الى جزء، الى قسمين، او يعني تو جينريشنز. الاولانيه يسموها فيرست جينريشن، الجيل الاول، ثم العيله الثانيه اللي اسمها الجيل الثاني او سكند جينريشن. مين هم الجيل الاول زي ما حضرتك شايف قدامك كده؟ الجيل الاول طبعا هم ادويه كتير قوي اكتر من اللي قدامك دول، انما انت قدامك بعض الاسماء هم دايفين هيدرامين، دايمين هيدرينيت،
كليماستين، انتازولين، سايكليزين، ميكليزين، كلورفينيرامين، بروميثازين، وسيبروهيبتادين. الجيل الثاني زي ما حضرتك شايف كده على اليمين، لوراتيدين، ازيلاستين، سيتريزين، فيكسوفينادين. والكيتو تايفين حتى اللي احنا من شويه لسه قايلين عنه انه متصنف ماست سيل ستابلايزر، بيمنع الكالسيوم انه يدخل جوه الماست سيل ويعمل مشكله، هو برضو كمان بيقفل الاتش 1 ريسبتور، فتقدر تصنفه كمان انتي هيستامين، يعني كانه بيشتغل بديوال ميكانيزم او تو ميكانيزم. طيب بعد ما استعرضت معاك الاسماء سواء هنا الجيل الاول او الجيل الثاني، حضرتك هو احنا ليه زعلانين قوي من الجيل الاولاني؟ ما هو دايما اللي بيخلينا نخترع جيل تاني وتالت ورابع ان في سامثنج مزعلك من الادويه دي. عارف ايه اللي مزعلنا من الجيل الاولاني؟ حاجه مهمه جدا، ان الجيل الاولاني الادويه اللي انا عرضتها لك دي كلها بتعدي البلاد برين بارير. طيب وليه وده زعلك ليه؟ يقول لك ما هو لما بتعدي البلاد برين بارير هتروح تقفل الهيستامين ريسبتور اللي في البرين اللي ما كانش له ذنب. انا كان عندي هيستامين اتش 1 ريسبتور كان بيعمل بلاوي في البريفرال تيشو، انما اللي كان في البرين ده كان مسؤول عن انه يفوقني طول النهار، وكان مسؤول انه بيزود الاسيتايل كولين فبالتالي ذاكرتي تبقى كويسه، وكان بيزود حاجه اسمها جلوتاميت ترانسميتر كان بيخليني فايق. يبقى الادويه دي بما انها لايبوفيليك وبتعدي البلاد برين بارير، اتوقع انها هتروح تقفل اتش 1 ريسبتور وتعمل لي كلمه سيديشن. سيديشن يعني ابقى طول النهار عايز انام ومانيش فاكر اي حاجه. طب وهل ده مش كويس؟ ايوه مش كويس، لان في ناس كتير جدا هيبقى عنده حساسيه ومحتاج منك انتي هيستامين، وبعدين هو بيشتغل سواق على تاكسي ولا بيشتغل على ماشين، فما تعرفش ابدا تديله الادويه اللي بتخليه على سيديشن. يبقى اذا العيب ده هو اللي كرهنا في العيله دي وخلانا نخترع الجيل الثاني بقى اللي كان نوت كروس بلاد برين بارير. من ضمن بقى المزايا الاخرى والفروقات الاخرى مساله البوتنسي اللي هي القوه، دول شويه تقدر تعتبرهم ليس بوتنت يعني مش اقوياء قوي، يعني لما بيقفلوا الريسبتور ما بيقفلوهوش بعنف يعني، انما دول تقدر تعتبرهم مور افكتيف او مور بوتنت. بس في الحقيقه يعني عشان ابقى اكون امين معاك، مش ده الموضوع الاساسي في التفرقه. هو يعني اهم فرق عندي مساله البلاد برين بارير. من الحاجات الثانيه برضو الفروقات انه الجيل الاولاني ده لو انت عايز تكتبه للعيان بتكتبه 3 مرات في اليوم، يعني له شورت ديوريشن، يعني لو بتاخد في المتوسط فبيبقى تقريبا يعني على اختلاف السبع ثمان اسماء اللي انا قلتهم لك عدتهم معاك، بتلاقي تقريبا الهاف لايف بتاعته 4 إلى 6 ساعات. انما الجيل الثاني ده ممكن يقعد مثلا دواء زي السيتريزين اللي انا قلته لك ده ممكن يقعد عندك 24 اور، يعني مدتهم طويله. فدي برضو من المزايا، يعني بدل ما تكتب لي عن قرص 3 مرات في اليوم ممكن تكتب له قرص واحد يوميا لانه له لونج ديوريشن. كده عدينا كم ميزه يا بطل للجيل الثاني. عدينا اول ميزه واهمهم موضوع البلاد برين بارير وكمان مور بوتنت ولهم لونج ديوريشن. تعال بقى على مساله الايه الافكت بتاعهم. سواء هتستخدم فيرست جينيريشن او سكند جينيريشن، انت متوقع ايه اللي يحصل للعيان؟ متوقع انك تقفل له اتش 1 ريسبتور. طيب دور على اتش 1 ريسبتور كانت فين؟ كانت موجوده في البرونكاي وبتعمل برونكو كونستريكشن، يبقى الادويه دي هتساعد على ان ما عادش يحصل لي برونكو كونستريكشن. طيب ده اتش 1 كمان كانت موجوده بتعمل لي فازو دايليتيشن وريدنس ما عادش هيحصل لي ريدنس الله، ده كانت كمان موجوده بتعمل لي اتشنج خلاص ما عادش هيحصل لي اتش الله. على كده بقى الاعراض بتاعت الحساسيه كلها اللي انا عديتها معاك ما عادتش هتحصل، سواء اديت الجيل الاولاني او الجيل الثاني، مفيش فرق واضح في الافكت بتاعهم. الفروقات الواضحه اديني قلتها لك، ان ده ما بعديش بلاد برين بارير، كان الى حد ما مور بوتنت والديوريشن، انما الافكت النهائي قريب، ده قريب من ده. كمان ما تنساش حاجه مهمه، ان البرايس بتاعت سعر الجيل الاولاني ارخص دايما من الجيل الثاني، يعني لو العيان اللي قدامك مش قادر يشتري الدواء وانت شايف ان حالته هو ما يقدرش يشتري قوي، يعني ساعات دي فيري بعضهم اكسبنسيف، ممكن تستخدم له الجيل الاولاني لو انت مش خايف من موضوع السيديشن. لو كان موضوع السيديشن ما يفرقش معاك قوي ممكن تستخدم الجيل الاولاني عند كتير قوي من الناس وتوفر عليه البرايس بتاعت الجيل الثاني. طيب الادويه دي بقى سيادتك ايه بقى الاذر افكت اللي انت ممكن تتوقعه غير بقى موضوع ان احنا عالجنا الحساسيه؟ اتوقع بما ان دول بيوصلوا للبرين اتوقع يعملوا لي حاجات لها علاقه بالبرين. زي ايه مثلا؟ اولا نمره 1، زي ما قلت لك اتوقع ان دول يعملوا لي كلمه سيديشن، واديني شرحت لك السيديشن جاي منين عشان قفلنا اتش 1 ريسبتور اللي كانت مسؤوله عن الفوقان.
انما نمره اتنين هم لهم برضو كمان حاجه كده مش مرو يعني حاجه سخيفه جدا، بيعملوا اتروبين لايك اكشن. كل الجيل الاولاني من الانتي هيستامينز مميز بكلمه اتروبين لايك اكشن. اتروبين لايك اكشن، انا مره في فيديو قبل كده قلت لك لما تسمع كلمه اتروبين واتروبين لايك اكشن حفظتك انا جمله تضحك بالعربي، لما كنت قلت لك ان الاتروبين بيعمل كلمه زغلوله، لو انت فاكر زغلوله الناشفه حبست جوزها ابو سريع. لما تسمع كلمه اتروبين لايك اكشن، زغلوله يعني بلير ديفيجن، عشان اصل الاتروبين بيعمل ميدرييزس، والناشفه لانه بيعمل دراينس للايه، للبودي سيكريشن للعرق، وحبست يعني يورين ريتينشن، جوزها يبقى جلوكوما، ضغط العين بيعلى، ابو سريع يعني تاكي كارديا. مش احنا قلنا الكلام ده مع الاتروبين؟ يبقى بما ان الجيل الاولاني له اتروبين لايك اكشن، يبقى على طول تقول اللي قدامك كله يعني بيعمل زغلوله يعني. انما الجيل الثاني ما كانش بيعمل الكلام ده خالص، ما كانش له اتروبين لايك اكشن، لا كان بيعدي بلاد برين بارير، ما كانش بيعمل سيديشن، ولا له اتروبين لايك اكشن. طيب من الحاجات برضو رقم ثلاثة، من الحاجات برضو اللي مش مبلوعه قوي يعني للايه، للجيل الاولاني، مساله انه بيقفل الالفا ريسبتورز. طيب لما يقفل الالفا ريسبتورز دي، الله، ده الالفا ريسبتور دي اللي في البلاد فيزل اللي كانت مسؤوله عن انها مينتيننس اوف فاسكولار تون. ده انا الوقت واقف قدامك عشان كل الفيزل اللي في رجلي وفي جسمي حصل لها فازو كونستريكشن، فما عنديش هايبوتنشن. يبقى انت لما تقفل الالفا ريسبتور اتوقع انك تعمل لي هايبوتنشن وضغط يوطى، والعيان ممكن اللي بياخد انتي هيستامين من الجيل الاولاني تلاقيه احيانا يبقى قاعد على الكرسي، يجي يقوم فجاه من على الكرسي يحس ان الدنيا بتلف بيه يقع. دي اسمها بيسموها اورثوستاتيك هايبوتنشن. انما الجيل الثاني ما كانش بيعمل الحكايه دي. فدي برضو كلها من الحاجات اللي خلت دول شويه ريلاتيفلي اكسبنسيف. طب نمره اربعه، تلاقي مثلا من الحاجات بتاعه الجيل الاولاني ده ان هم ساعات بيقفلوا سيروتونين ريسبتور. طب يا سيدي انا كنت عايزك تقفل هيستامين ريسبتور اللي هي رقم واحد، كنت عايزك تبقى مور سيلكتيف. قالوا لا والله للاسف بقى احنا ما احناش سيلكتيف، ده احنا بنروح بنعمل اتروبين لايك اكشن. انت عارف كلمه اتروبين لايك اكشن دي يعني ايه؟ يعني قفلت ماسكارينيك ريسبتور. ما هي اتروبين لايك اكشن يعني بيقفلوا الماسكارينيك ريسبتور، يعني هم لم يقتصر دورهم على قفله هيستامين، ده كمان قفلوا المسكرينك وقفلوا الالفا وقفلوا كمان سيروتونين ريسبتور. ده بيشاور لك ان الجيل الاولاني كان السيلكتيفيتي بتاعته مضروبه ضايعه خالص، مفيش سيلكتيفيتي تقريبا. اكتر واحد بيقفل سيروتونين ريسبتور في العيله دي كلها دواء اسمه سيبروهيبتادين. السيبروهيبتادين اللي احنا صنفناه من شويه، اللي احنا عديناه معاك، اللي هو كان ايه اخر واحد في الليستة، هو كونه بيقفل سيروتونين ريسبتور احنا الحقيقه هنحاول نستغلها في علاج مرض معين هقوله لك بعد شويه. لكن لو انت عايز رايي، احنا كنا نتمنى ان الانتي هيستامين دي ما تروحش بس غير انها تقفل اتش 1 ريسبتور وخلاص، ما كناش ابدا محتاجين كونها تقفل ايه الماسكارينك وتعمل لي اتروبين لايك اكشن، ولا انا كنت محتاجها تقفل الالفا وتعمل لي هايبوتنشن. وحتى موضوع السيروتونين ده انا برضو كنت في غنى عنه، لان احنا ان شاء الله هنشرح لك في الفيديو اللي جاي ادويه متخصصه على السيروتونين ريسبتور. يبقى نهايه الكلام، خلاصه الكلام، عايزين نقول لك ان الادويه دي اللي هي الجيل الاولاني كان من ضمن برضو عيوبها انها نون سيلكتيف وبتقفل حاجات كتير، اما الجيل الثاني كان مور سيلكتيف، ما بيقفلش بس غير اتش 1 ريسبتور ودومتم خلاص. بالنسبه لاستخداماتهم الادويه دي، اولا هم هيستخدموا كلهم سواء جيل اول او جيل ثاني بلا اي تفرقه خالص في مساله الالرجي. اي واحد عنده بيشتكي من الالرجي، يعني هتلاقي مثلا الناس تيجي لك يقول لك انا عندي ارتكاريا. ارتكاريا يعني دايما عنده اتشنج وعنده ريدنس. في واحد يبقى عنده دايما الحساسيه في عينه، ممكن اليرجيك راينايتس، دايما عنده سنيزنج يعني بيعطس ودايما عنده نيزل ديستشارج وهكذا. اي حساسيه انت لانك وقت شاطر وعرفت ان الحساسيه دي الهيستامين هو اللي عاملها، يبقى انت ممكن توصف للعيان ده اني اوف ذا جينيريشن، سواء اي فيرست جينيريشن او سكند جينيريشن. بس انا قلت لك عيوب دول، ويعني قلت لك ما لنا وما علينا. طيب بس عايز انبهك لحاجه مهمه، انه في عندنا نوع من الحساسيه اسمه برونكيال ازمه. برونكيال ازمه هنشرحها لك بالتفصيل في الريسبيراتوري، اللي هو حساسيه الصدر او اللي احنا بنسميها ساعات الربو الشعبي، وان كنا ما بنحبش كلمه الربو فدايما نقول على البرونكيال ازمه حساسيه الصدر. اما نيجي نشرح لك ريسبيراتوري ان شاء الله واكلمك على البرونكيال ازمه، هقول لك ان البرونكيال ازمه نوع من الحساسيه بس متهم فيه اكتر من ميدييتور. يعني انا عندي اكتر من 30 ميدييتور، اكتر يعني ممكن توصل ل 40 ميدييتور متهمين باحداث البرونكيال ازمه. واحد ال 40 ميدييتور دول الهيستامين، هو واحد من 40 بيعمل الله.
طب ما انت بقى الوقت تيجي تقول لي طب يبقى البرونكا الازمه كونك تقفل هيستامين ريسبتور يبقى يوزلس، لان ما هي البرونكا الازمه اكتر من ميديتور بيعملها. يبقى لو بتتكلم على الحساسيه خليك دقيق في كلامك، قول ان الانتي هيستامين سواء كان فيرست او سكند جينيريشن يستخدموا في جميع انواع الالرجي ان هي اللي الهيستامين متهم رئيسي فيها، متهم رئيسي باحداثها. اما موضوع زي البرونكا الازمه بما ان الهيستامين اتز نوت ذا برينسيبال ميديتور يبقى استخدامهم مالوش لازمه فيها، يعني ما تقدرش تستخدم انتي هيستامين في البرونكا الازمه. اتنين، نمره اتنين، الناس اللي عندهم حاجه بيسموها موشن سيكنس. موشن سيكنس انا مره كلمتك عنها زمان في الاوتونوميك وقلت لك بالعربي اسمها دوار البحر، ومش لازم مش شرط بحر، يعني ممكن الناس اللي بيركبوا مثلا يركب اتوبيس يركب عربيه فدايما يجي له نوجا اند فوميتنج، ويجي له حاجه ممكن يجي له حاجه زي ايه، زي الدوار اللي اسمه فيرتيجو اللي هو الدوار. طيب الدوخه دي جايه منين؟ يعني انا لازم افكرك بموضوع الدوخه ده والموشن سيكنس اصله ايه وجه ازاي ويبقى دور الادويه دي بتعالجه ازاي. بص يا بطل، دلوقتي انت عندك الجهاز التوازن اللي في الانترنال اير عندك اللي احنا بنسميه فيستيبولار ابريتس، مكون من السيميليونر كانالز اللي انت عارفهم والحاجه اللي اسمها لابيرنس. عندك حاجتين يمين وشمال، عندك جهازين للتوازن زي موازين الميه كده، دي في الانترنال اير كويس. طيب قلت لك ان السيميليونر كانالز دي جواها ميه بيسموها اندوليمف كويس، عشان زي ميزان الميه كده علشان تعرف ايه وضع الراس بالظبط، الهيد هي مايله ولا وهكذا. لو انت حضرتك بتركب عربيه او بتركب مركب والهيد عندك بتتحرك بشكل بيزار يعني عشوائي يمين وشمال، تقوم كل شويه دي تبعت سيجنال للايه للسيربيلم تقول له والله الراجل ده راسه مايله بزاويه 45 درجه. بعد شويه لان المركب عمال يعمل كده او كده تقوم دي تبعت تقول له والله لا ده راسه مايله الناحيه الثانيه. بعد شويه دي تبعت، بعد شويه دي تبعت، من نتيجه اللخبطه اللي عماله تحصل يمين وشمال دي يقوم السيربيلم يجي في فتره ما يبقاش عارف وضع الايه الهيد فين بالظبط، ايه اللي بيحصل، يتلخبط من كتر السيجنالز اللي عماله تيجي يمين وشمال، يقوم باعت لايه للاريا اللي انت عارفها اللي اسمها الفوميتنج سنتر، يقوم العين يحصل له فوميتنج. ده الميكانيزم اللي اسمه موشن سيكنس. اتضح بقى، انا قلت لك زمان اتضح ان الرسائل اللي بتبعتها الفيستيبولار ده طبعا اسمه فيستيبولو سيريبيلر اباريتس او باث واي او تراكت. الاشارات اللي بتتنقل من الانترنال اير يمين وشمال للسيريبيلم ثرو ذس فيستيبولو سيريبيلر باث واي كلها بتتنقل عن طريق ام 1 ريسبتور واتش 1 ريسبتور او معظمها يعني. يعني اذا السيجنال ترانسدكشن مسؤول عنه الريسبتور دي. فقالوا طيب ما احنا لو قفلنا الريسبتور دي سواء ام 1 او اتش 1 يبقى الانسان ده ممكن يركب عربيه ودماغه تتحرك يمين وشمال من غير ما يرجع، من غير ما يحصل له كلمه موشن سيكنس دي. انا هفكرك بقى ان احنا شرحنا الموضوع ده يوم ما كنا بنتكلم على الاتروبين، لان يومها قلت لك ان بما ان الاتروبين ماسكارينك بلوكر فينفع يعالج الناس اللي عندهم موشن سيكنس، ويومها قلت لك ده اللي احلى من الاتروبين كمان ابن عمه اللي اسمه سكوبولامين اللي كان بيروح يقفل ماسكارينك ريسبتور في الفيستيبولو سيريبيلر باثوي ويمنع الموشن سيكنس. ادين النهارده بزود لك بقى كمان ان انا ممكن برضو اقفل اتش 1 ريسبتور فبرضو اوصل لنفس النتيجه بالادويه اللي انا كلمتك عنها دي. بس لاحظ حاجه بقى مهمه، لاحظ ان احدى الادويه اللي هتبقى لها انتي اميتك اكشن او تعالج الموشن سيكنس، بما انك دلوقتي بتتكلم على البرين يبقى انت محتاج الفصيله الاولانيه، محتاج الجيل الاول اللي هو كان بوصل للبرين. يعني الجيل الاولاني اللي كان مزعلك او ان بوصل للبرين وبيعمل لك سيديشن وكان مزعلك من الحكايه دي اصبح دلوقتي له ميزه ان هو هيعالج الموشن سيكنس، لانه الجيل الثاني ما يقدرش يعالج موشن سيكنس لانه كان نوت كروس بلاد برين بارير. اتفقنا؟ طيب بعد القصه دي بقى يهمني اقول لك انه في ديزيز ان شاء الله هتبقى تدرسه ان شاء الله في سنه رابعه اسمه مينيرز ديزيز. مينيرز ديزيز ده حاجه برضو فيرتيجو، هو نوع من الدوار اللي هو الفيرتيجو ونوع برضو من الديسفانكشن اوف ذا فيستيبولو سيربيلر باث واي. في ديسفانكشن معين في الانترنال اير بيخلي الانسان يبقى دايما عنده الفيرتيجو ودايما عنده رغبه في انه يحصل له عنده نوجا اند فوميتنج. بس المينيرز ديزيز الباثوفيسيولوجي بتاعته مختلفه تماما عن اللي انا بشرحه لك ده. الشرح اللي انا قلته لك ده ينطبق على كلمه موشن سيكنس وحكايه الماسكارينك وحكايه الهيستامين ريسبتور، ده كله على الموشن سيكنس. اما المرضى بمينيرز ديزيز
الباثولوجي عندهم مختلف تماما، ملوش علاقة بالهستامين ولا له علاقة بالايه بالمسكارينك ريسبتور. وبالتالي يبقى العيلة اللي اسمها انتي هستامين هتعالج الفوميتنج وتعالج الفيرتيجو اذا كان سببه موشن سيكنس، اما اذا كان سببه من ييرز ديزيز فيبقى ده له علاج تاني خالص وباثوفيسيولوجي وقصه اخرى. يبقى الخص معاك تاني، هتقول للممتحن ان الانتي هيستامين بتعالج كل انواع الحساسيه اكسبت برونكيال ازمه، وعرفت التفسير. اتنين، الانتي هيستامينز بتعالج كل انواع الموشن سيكنس اكسبت من ييرز ديزيز، لان ده قصه مختلفه. نمره 3، من ضمن الحاجات اللي احنا هنستخدم فيها انتي هيستامين في ورم هو رير، هو مش شائع قوي، بيطلع من الجي اي تي تحديدا، من الخلايا اللي بيسموها انتيروكرومافين سيلز. انتيروكرومافين سيلز، الخلايا اللي اسمها انتيروكرومافين سيلز دي احد انواع السيلز الكتيره اللي انت درستها في الهيستولوجي اللي بتبطن الوول اوف ذا جي اي تي. الوول اوف ذا جي اي تي متبطن بست او سبع انواع من الخلايا، من ضمنهم نوع اسمه انتيروكرومافين سيلز. هذا الانتيروكرومافين سيلز افتكر معانا انه كان مخزن مادة اسمها سيروتونين او سيروتونين، اللي بنرمز له بالرمز 5HT. لما بيحصل ورم في هذا الانتيروكرومافين سيلز، الورم ده الاول بيبتدي كده بيبقى بيسموه لوكالي مالجنانت، يعني هو نوع من انواع السرطان، لكن يبتدي الاول بخبس كده يبقى لوكال فمحدش يكتشفه. الورم لما بيحصل في الانتيروكرومافين سيلز يبقى اسمه كارسينايد تيومر، اسمه كده كارسينايد تيومر. اويد يعني ما هوش سرطان قوي، او تقدر تعتبره لوكالي زي ما قلت لك لوكالي مالجنانت، يعني بيعمل انفيجن في مكانه كده. فالعيان ما يحسش، اللي عنده كارسينايد تيومر ما بيبقى في الاول مش حاسس ان عنده مشكله. مع الوقت يبتدي التيومر يكبر، مش بس يكبر، ومع الوقت يبتدي يبعت كمان اللي احنا بنسميه ميتاستاسيس. ميتاستاسيس يعني يبتدي يبعت شظايا من الورم تروح في الليفر وتروح في الميزنتري وتروح في الانتستين، حاجات صغيره كده، كلاكع صغيره كده لو برضو حواليه. يعني في المرحله دي بقى هذا الورم اذا وصل للمرحله انه بدا يبعت شظايا حواليه كده في المناطق اللي حواليه، تبتدي الشظايا دي تطلع المخزون اللي جواها. ايه بقى المخزون اللي جواها؟ اللي هو الايه الميدياتور اللي اسمه سيروتونين. فيقوم السيروتونين لما يزيد يقوم يعمل للعيان كلمه فلاشن. مش بس السيروتونين على فكره، ده الورم ده فيه كمان ميدياتورز غير السيروتونين هي مسؤوله عن كلمه فلاشنج، ويبتدي يحصل للعيان دايريا. الميدياتورز اللي من ضمنها سيروتونين وبراديكاينين وغيره اللي بتطلع من الشظايا بتاعه الورم دي او من الفراجمنتس بتاعه الورم دي او من الكولونز دي، بتعمل تو سيمتومز دول، كلمه فلاشنج ودايريا. اهو العيان اذا وصل للمرحله دي ما تقولش ان عنده تيومر بقى، تقول ان عنده حاجه بيسموها كارسينايد سيندروم. يبقى يا بطل عشان بس المصطلحات تبقى دقيقه وانت بتتكلم، انت لما تقول كارسينويد تيومر يبقى انت توصف ان العند عنده تيومر لسه كده في مكانه، ما هوش عامل مشاكل لسه، العند ما يعرفش اصلا ان عنده تيومر. متى ما الورم ده بدا يبعت ميتاستاسيس حواليه في الاماكن اللي حواليه، ويطلع من الايه من هذا التيومر بالتيومر سيلز، يطلع منه سيروتونين ويطلع منه ميدياتورز اخرى، تبتدي تعمل فلاشنج مع دايريا مع اعراض اخرى زي البرونكو كونستريكشن وغيره. الاعراض دي نسميها كارسينويد ايه سيندروم. ولما بتكتشف ان العيان عنده كارسينويد سيندروم يعني عنده اعراض، ده معناه انه غالبا يكون التيومر بدا ينتشر في الاماكن الايه اللي حواليه، يعني مش بس في الديودينم والانتستين، لا بدا كمان ايه وهكذا. طب وفي الحاله دي اعمل ايه؟ احنا ممكن بقى نحاول نسيطر على الاعراض فقط ونتعامل مع التيومر ده باي طريقه. والله اذا كان الجراح يقدر على قد ما يقدر يفتح للعيان وينظف على قد ما يقدر كان بها، هو ده العلاج الاصلي. انما انا كمان ممكن اساعد العيان ده ان الاعراض اللي عنده ومضايقاه نتيجه السيروتونين ده والميدياتورز الاخرى اقللها. طب تقللها بايه؟ ما انا كان عندي من ضمن الانتي هيستامينز اللي هو الجيل الاول كان عندي واحد اسمه سيبروهيبتادين اللي قلت لك علمنا عليه، اللي كان في اخر الليسته، اللي قلت لك ان هو ده من اكتر الادويه اللي مش بس بيقفل اتش 1 ريسبتور، لا ده كمان بيقفل سيروتونين ريسبتور اللي هو ال 5 اتش تي ريسبتور. يبقى انا ممكن اساعد المريض اللي عنده كارسينويد سيندروم باني اديله سيبروهيبتادين. من فضلك تكون دقيق وانت بتوصف للممتحن اذا سالك في الاريا دي، قول له يا فندم انا ما بعالجش كارسينويد تيومر دلوقتي، التيومر علاجه جراحه، يعني اذا كان في تيومر ده جراحي كده،
انما اذا التيومر وصلني لمرحله سندروم وبدا يطلع سيروتونين ويطلع ميدياتور ويبهدل العيان ويعمل له الاعراض ده، انا كده في المرحله دي لا املك غير اني ادي للعيان دواء يقفل سيروتونين ريسبتور يقوم الاعراض اللي عنده تخف. هل كده هو اتعالج من التيومر؟ لا، انما العلاج قصه تانية. طيب يبقى كده احنا اتكلمنا على الاستخدامات الشائعه للعيله بتاعه الانتي هيستامين. تعال بقى اكلمك على العيوب، والعيوب احنا قلنا معظم يعني جت سيره معظمها واحنا بنتكلم. عيوب الانتي هيستامين اذا انت بتتكلم على الجيل الاول والثاني، برده ما زلنا بنفرق، والله الجيل الاول ده من ضمن عيوبه كلمه سيديشن، وانت لثالث مره عرفت سيديشن دي جايه منين اصلها ايه. انما ساعات بقى المفاجاه اللي احنا يعني ايه مش عارفين نفسرها قوي، ان في حين ان الجيل الاولاني ده بيعدي بلاد برين بارير وبروح يقفل اتش 1 ريسبتور وبيعمل لك سيديشن، الاطفال يحصل لهم بارادوكسيكال رياكشن. بارادوكسيكال يعني عكسي. بعض الاطفال اللي بياخدوا اللي هو التشيلدرن خصوصا تحت سن 6 سنين اما بياخدوا الجيل الاول من الانتي هيستامين ده، ساعات يحصل لهم كلمه اكسايتيشن، يعني بدل ما سيديشن يبقى العكس. ده ممكن تدخل في كلمه كونفالشن كمان. كونفالشن يعني الطفل يجيله تشنجات. طب جاله تشنجات ليه؟ قالوا انت ناس ان الجيل الاولاني ده كان له اتروبين لايك اكشن، كان بيقفل ماسكارينيك ريسبتور وكان بيوصل للبرين. طب وده معناه ايه؟ قالوا لا ازاي، مش احنا شارحين لك في الاوتونوميك ان الاطفال ما ياخدوش اتروبين، والاطفال لما بياخدوا اتروبين ممكن يحصل لهم كلمه اتروبين فيفر واتروبين فلاشنج، ممكن يحصل لهم مشاكل في السي ان اس، ويومها قلت لك ان الاتروبين محرم على الاطفال. طيب بما ان الجيل الاولاني له اتروبين لايك اكشن، قد يكون الاتروبين ده هو المسؤول عن الايه، عن الامور، عن برضو انه عمل اكسايتيشن وكونفالشن. يبقى يا شباب لو حد بيسالك في الامتحان الانتي هيستامينز بتعمل سيديشن في الادلت ليه، ادي انت عرفت التفسير. بتعمل اكسايتيشن او بارادوكسيكال اكسايتيشن في الاطفال ازاي، ادي انت عرفت برضو التفسير. طب والحل ايه؟ الحل بسيط جدا، اي تشايلد تحت 6 ييرز ما ياخدش الجيل الاولاني. انت دكتور حساسيه وقاعد في عيادتك وجالك طفل صغير بيعاني حساسيه، اكتب له الجيل الثاني اللي هو ما بيعديش بلاد برين بارير عشان تتجنب كلمه بارادوكسيكال اكسايتيشن دي. خلاص يا بطل، ادي اول سايد افكت وفسرناه وفصصناه بالتفصيل. تاني سايد افكت عندك للانتي هيستامين ان هم زي ما قلت لك بيعملوا اتروبين لايك اكشن. طيب مين اللي بيعمل، جيل اول ولا تاني؟ لا الجيل الاول اللي بيعمل اتروبين لايك اكشن. طب وده ضرره ايه؟ زي ما قلت لك ضرره على الاطفال خلصنا، وكمان ضرره على كبار السن. طب كبار السن ليه؟ كبار السن لان عندهم بروستات، والبروستات عامله لهم يورين ريتينشن، وكون الادويه دي لها اتروبين لايك اكشن يعني ممكن تعمل لهم يورين ريتينشن وجلوكوما، فيبقى دي من ضمن الاعراض الجانبيه اللي هتبان في كبار السن. ارجع تاني اقول لك، لو انت دكتور حساسيه وفي عيادتك وجالك حد مثلا سنه 60 او 70 سنه بيشتكي من اي اليرجيك مانيفيستيشن، يستحسن تكتب له الجيل الثاني اللي هو اسمه سكند جينيريشن اللي ما كانش له اتروبين لايك اكشن. طيب الحاجه الثالثه، هما مش انا لسه قايل لك ان الادويه دي بتقفل الفا ريسبتور وبالتالي بتوطي الضغط وبتعمل اورثوستاتيك هايبوتنشن، دي من ضمن المشاكل. انما الجيل التاني ما كانش عمل الكلام ده خالص. دلوقتي انا كلمتك على ثلاث مشاكل كبار بيعملوهم الفيرست جينيريشن انتي هيستامين، ان هما بيعملوا مشاكل على مستوى السي ان اس سيديشن وبيوطوا الضغط ولهم اتروبين لايك اكشن، تمام؟ وقلنا ان الثلاثه دول مش موجودين مع الجيل التاني. طب هل كده الجيل الثاني السكند جينيريشن بريء يعني ما بيعملش سايد افكت؟ لا بيعمل، وممكن يكون الحاجه اللي هكلمك عنها دي اخطر كمان من الايه، من الحاجات اللي عملها الفيرست جينيريشن. يا بطل لما تدرس ان شاء الله اي سي جي بالتفصيل، انا جايز مره في الكارديو كلمتك عن الاي سي جي وقلت لك ان في حاجه اسمها بي ويف وفي حاجه اسمها كيو ما بتبقاش باينه، وادا الار ويف وادا اس وادا اسمها تي ويف. الجيل الثاني اللي هو السكند جينيريشن دراجز دي لما طلعت في السبعينات اتضح انه في بعض الناس جالهم سيريوس تايبس اوف اريزميا، لخبطه في القلب، ووصلت مع بعض الناس في ريكوردز كده يعني تقارير ان الناس ماتوا فعلا من الادويه دي اللي هي السكند جينيريشن. والكتاب عندك احنا لم نذكر لك سير الدوايين من السكند جينيريشن متهمين بانهم موتوا ناس فعلا واتسحبوا من الاسواق. ايه اللي بيحصل؟ اتضح بقى لما جينا نحلل لقينا انه بعض انواع السكند جينيريشن انتي هيستامين بتعمل المنظر ده في الاي سي جي بي ويف عاديه. انما تشوف بقى ايه اللي حصل، بص على المسافه من الكيو
لحد التي. المسافة دي اسمها كيو تي انترفال، اللي هي من الكيو ويف مرورا بالار والاس تي سيجمنت والتي ويف. المسافة دي وجد ان السكند جينيريشن انتي هيستامين بيعملوا لها برولونجيشن. لما تدرس ان شاء الله اي سي جي هتعرف ان اول ما تسمع ان الكيو تي انترفال طولت تحط ايدك على قلبك وتقول ربنا يستر، لان معنى ان دي تطول كده يقوم العين عرضه ان يدخل في سيريس تايب اوف فنتريكولار اريزميا، يجي له نوع خطير جدا من الاريزميا له اسم مميز قوي ما تنساهوش، لان ان شاء الله لما نشرح لك اريزميا هحفظه لك. النوع ده من الاريزميا اللي ممكن يحصل نتيجه البرولونجيشن ده هو اسم فرنساوي تورساد دي بوانت. بعض الناس ينطقوها هو طبعا فرنش ترم، يعني هو هي كلمه، هي جمله فرنساوي. بعض الناس يحللهم يقولوا تورساد دي بوا، اوكي. بعض الناس هتسمع يقول لك تورساد دي بوانت. بعض الناس الانجليز خصوصا عشان بيكرهوا الفرنسيين فيقولوا تورساد دي بوينتي. اذا سمعتها بالثلاث الفاظ فهي صحيحه، انما اللفظ الاكثر يعني المقبول عالميا كلمه تورساد دي بوانت. ايه بقى تورساد دي بوانت دي؟ It is a serious type of arrhythmia occur only when the QT interval is prolonged. طب برولونجد توصل لكام؟ انا مش عايز اشغلك بالارقام، مش عايز اقول لك هو النورمال تبقى كام وامتى تقول برولونجد كيو تي. كل المطلوب منك في سنه ثالثه انك تقول ان اي دواء يثبت انه بيطول الكيو تي انترفال هنسميه تورسادوجينيك. اظن عرفت جت منين انه بيعمل لنا النوع ده. طب النوع ده من الارزمي عباره عن ايه بقى؟ عباره عن صدن اند سيفير فنتريكولار ارزميا، ممكن العين يموت فيها. واصل الكلمه جاي منين؟ كلمه تورساد دي بوانس. تورساد يعني تويستنج، حاجه كده بيسموها تويستنج بوينتس. يعني ايه كلمه تويستنج بوينتس؟ برضو بص يا بطل، لو ده رسم القلب الطبيعي كده هتشوفه كده، اي بني ادم مثلا تعمل له اي سي جي بتلاقي الويفز ماشيه كده. البني ادم اللي ياخد دواء يطول له الكيو تي انترفال فيعمل له كلمه تورساد دي بوينتس تلاقي الرسم قلب عمل كده فجاه، حصل هاي امبليتيود ار ويف فولود باي لو امبليتيود ار ويف ثم هاي امبليتيود ثم لو امبليتيود. دي كده المنظر اللي انت شايفه على السبوره ده، ده نوع خطير جدا من الفنتريكولار اريزميا. وكون يحصل ان الار ويف تبقى هاي امبليتيود فولود باي سمول امبليتيود ادي كلمه تويستنج بوينت اللي اسمها بالفرنساوي تورساد دي بوينتس. طيب التورساد دي بوينتس هل لها علاج؟ ممكن تعالجها ان شاء الله في الكارديو. اما نوصل لها اقول لك ان لو في عيان دخل منك في الكلمه دي بتلحقه بحاجه اسمها مغنيسيوم صلفيت، انما الكلام ده سابق لاوانه. اما نروح الاريزميا نشرحها بالتفصيل. كل المطلوب من حضرتك دلوقتي حاجه واحده، لو ممتحن سالك السكند جينيريشن يا ابني احسن ولا الفيرست جينيريشن انتي هيستامين، اوعى تقول له مين احسن من مين، قول له يا فندم كل واحده لها ميزه وعيب. بالنسبه للسايد افكت بقى، تعالى الجيل الاولاني مزعلك انه عمل ايه؟ الجيل الاولاني زعلني يعني عشان عمل لي سيديشن وعمل لي اتروبين لايك اكشن. طب ما الجيل التاني مزعلني برضه اهو، ما هو ممكن يدخل العين يموت العيان ويعمل، ومش بس ممكن، انا قلت لك ان في عيانين بالفعل في ناس ماتوا منهم. وفي ادويه كان في دواء اسمه استيميزول، كتاب ما جابوش عندك، الاستيميزول اتسحب في التسعينات لان الاستيميزول اتهم بانه السبب في وفاه 6 اشخاص على مستوى العالم بالنظريه اللي بقولك عليها دي، انه طول الكيو تي انترفال ودخل العين في النوع الاريزميا الخطير اللي اسمه تورساد دي بوينتس او تورساد دي بوا زي ما بعض الناس بينطقوها. طيب هل في ناس عرضه اكتر لانه لو خد سكند جينيريشن يدخل في النوع ده من الاريزميا؟ يس. مين هم بقى؟ المرضى اللي تصادف انك تكتب له في الروشته بتاعتك سكند جينيريشن انتي هيستامين مع حاجه بيسموها مايكروزومال انزيم انهبيتور. الكلمه دي احنا شرحناها مره واحنا بنشرح ميتابوليزم، وقلت لك ان كلمه مايكروزومال انزيم انهبيتور يعني دواء يروح للليفر يعمل ايه؟ يعمل سبريشن للميتابوليزم، يقوم الدواء التاني اللي في الروشته ما يحصلوش ميتابوليزم فمستواه يعلى، ولما مستواه يعلى يبقى فرصه الدخول في التورساد دي بوينتس اعلى. يبقى اذا ده اول مريض عرضه ندخل منك في ايه؟ في كلمه تورساد دي بوينتي او دي بوينتس. تاني مريض اللي عنده ليفر ديزيز،
طب المريض بالكبد عرضه ليه انه يدخل في الاريزميا دي؟ عرضه طبعا، منطقي جدا، لان هياخد الدواء مش هيحصل له ميتابوليزم. مش بس كده، ده انا لسه لافت نظرك يا بطل ان الادويه دي كان لها سكند جينيريشن، كان لها لونج ديوريشن، يعني هي بالطبيعه بتقعد 24 ساعه في جسمك. تخيل بقى ان في عيان كمان عنده ليفر ديزيز، يبقى الدواء هيتراكم في جسمه وعرضه اكتر انه يطول له ايه الكيوتي انترفال. طب من اكتر الحاجات، من اكتر الاسئله اللي بتيجي في الام سي كيو او تيجي لك اخر السنه في الامتحان، يقول لك ايه اللي هيحصل لو العيان اتكتب له مثلا لوراتيدين، خد بالك من السؤال ده، لوراتيدين مع دواء اسمه كيتو كونازول. ده سؤال اخر السنه، جايز مش نص السنه. طيب لوراتيدين ده سكند جينيريشن انتي هيستامين، كيتو كونازول في الترم الثاني هتعرفه، ده انتي فانجل دراج، ده بتاع فطريات، انما مميز جدا انه بيروح للليفر يعمل انهيبيشن للميكروزوما الانزيمز، يعني بيعمل انهيبيشن للميتابوليزم. خلاص ادينا حلتها لك، وانا كده فسرت لك. يبقى هذا الكومباينيشن خطير جدا، لان الكيتو كونازول هيمنع الميتابوليزم، يقوم اللوراتيدين مستواه يعلى في الدم، يقوم يطول الكيوتي انترفال، يدخل العيان في الاريزميا اللي اسمها بوليمورفيك فينتريكولار تاكيكارديا او تورسات دي بوينتس، والعيان ممكن يموت فيها.